السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم في القناة ديالي. الوصفة ديال اليوم مغربية 100%. كنقدم لكم الحريرة او الشوربة. كتجي الصراحة هذه الوصفة كتجي زوينة، وكان كنديروها في شهر رمضان وحتى في الايام الاخرى. كتجي الصراحة هذه الوصفة كتجي زوينة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ندوزو دابا للطريقة والمكونات. كيف كتشوفوا دابا غادي ندوزو المكونات. هنا كنحتاجو ضفت هنايا جوج ديال الطماطم مبشورين، يكونوا بحال ما هكذا شويه كبار، ودرت القليل من صلصه الطماطم. هنا كنحتاجو البصله تكون متوسطه الحجم، بشرتها على هذا الشكل كتكون رقيقه. كنحتاجو القليل من الحمص، هذا الحمص هذا تيكون مرطف في الماء منقوع، وهذاك كنصفيه وانا كنخليه كنزولو كنصفيه مزيان من الماء وكنديرو في المجمد، كنحتفظ فيه فيما كنحتاجو كنلقاه موجود. كاين اللي كيبغي يزول ليه هذه الجلده ديالو، كل واحد ويدير داكشي اللي زعما اللي كيبغي. وهنا كنحتاجو قليل من العدس، هنا هذا منقي مزيان ومغسول. كنحتاجو هاد الطريفات ديال اللحم، حتى هو الطريفات على حسب اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، حيت هاد الوصفه ديال الحريره او الشوربه ما كتحتاجش زعما بزاف ديال منها، بحال ما هكا اللحوم كنحتاجو القليل صافي على حسب هكا المنسمات. هنا كنحتاجو الكرافس، هنا كنحتاجو جوج معالق كبار كيكون بحال ما هكذا مقطع رقيق. كنحتاجو هنا جوج معالق كبار من البقدونس المعدنوس، حتى هو بحال ما هكذا مقطع رقيق. اما بالنسبه للتوابل كنحتاجو هنايا معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الزنجبيل، الملح حسب الذوق. الملح هنا في الحريره مع كنحتاجو الملحه، درت جوج معالق صغار ديال الملحه، معلقه صغيره من الكركم. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. هنايا في واحد الطنجره كاين اللي كيديرها كيسقمها حتى بحال ما هكا في كوكوط، انا الصراحه كنديرها بحال ما هكا في طنجره. غادي نضيف هاد المقادير كامله، هاد العناصر. غادي نضيف البصل كيف كتشوفوا، نضيف صلصه تاع الطماطم، نضيف الحمص، العدس، كنضيفو المقادير كاملة، هاد العناصر كاملة كنضيفوها مباشرة، كنضيفوها هكذا قطع من اللحم، كنضيف الكرافس كيف كتشوفو، معدنوس، غادي نضيف هاد التوابل كاملة مباشرة، نضيفها كلها كيف كتشوفوا، وغادي نضيف القليل من الزيت. دابا انا ضفت العناصر كامله، غنخلي هاد العناصر تقريبا واحد 20 دقيقه حتى تتشحر مزيان، وغادي نكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا ملي تشحروا هذوك العناصر، ضفت عليهم تقريبا واحد 2 لتر من الماء، يكون مغلي. ودابا غادي نخليها تقريبا حتى تطيب، وغادي نكمل معكم مراحل هاد الوصفه. كيف كتشوفوا انا غادي نكمل معكم المراحل ديال الحريره او الشوربه. كيف هنا كتشوفوا هنا كتلاحظوا، درت هنايا 4 معالق كبار من مركز الطماطم، ضفت عليهم 4 ديال المعالق من القزبور،
وضفت كاس من الماء ونص معلقه من الملح ودمجتهم بحال هكا حتى ولاو بحال ما هكذا الصلصه. بالنسبه لهنايا درت كوب كبير من الماء وضفت عليه 4 معالق ديال الدقيق ابيض ومزجته مزيان وضفته. وكنحتاجو لهنايا اما هاد النجيمات 2 معالق كبار او الشعريه. كيف كتشوفوا انا غادي نضيف هاد الصلصه هنايا. ملي كطيب لينا هاد العناصر ديال الحريره كنقلبو كنصيبو اللحم طاب والحماص العدس كندوزو لهاد المرحله هادي. وغادي نضيف هاد النجيمات وغادي نخليهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى تتغلي لينا هاد الصلصه مزيان تنسجم لينا هاد العناصر كامله. وغادي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كيف كتشوفوا دابا دازت 10 دقائق وغادي نكب هاد الخليط ديال الدقيق مع الماء حتى تنحصلوا على على الكثافه اللي كنحتاجوها. كاين اللي كيبغي هاد الشوربه او الحريره تكون بحال ما هكذا ثقيله، كاين اللي كيبغيها تكون خفيفه، كل واحد كيف كيحبها. تقدروا ديروا حتى النشا كل واحد واللي كيف كيبغي. دابا انا غادي نستمر في هذه العمليه ونخليها تقريبا حتى تطيب واحد 20 دقيقه على نار مهيله بزاف مع التحراك ما نغفلوش عليها. ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الحريره او الشوربه. كيف كتشوفوا الصراحه كتجي رائعه بزاف. كنقدموها بحال ما هكذا في هذا الشهر المبارك مع التمر مع الشباكيه مع المقروط بالسميده والتمر معجون التمر مع البريوات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.